إن 10% من حياتنا يحدث من دون أي تدخل لنا فيه، فليس لدينا القدرة على السيطرة على 10% فقط، بينما 90% من حياتنا نشكله من خلال ردود أفعالنا، فنحن من يقرر كيف يمكن أن تكون 90%. دعونا نستخدم هذا المثال. كنت تتناول طعام الإفطار مع عائلتك، فجأة أسقطت ابنتك الصغيرة فنجان القهوة على قميص عملك. لم يكن لك دور فيما حدث هنا، ولكن ما سوف يحدث لاحقا سيتقرر حسب ردة فعلك. بدأت بالصراخ والشتم وقمت بتوبيخ ابنتك، فأخذت الطفلة في البكاء، ثم استدرت إلى زوجتك موبخا إياها لوضعها الفنجان على حافة الطاولة، وبعد مشادة لفظية قصيرة بينكم اندفعت إلى الطابق العلوي وقمت بتغيير قميصك، ومن ثم عدت للطابق السفلي فوجدت ابنتك قد انشغلت بالبكاء عن إنهاء فطورها والاستعداد للمدرسة، ونتيجة لذلك فاتها باص المدرسة. زوجتك كان لابد أن تغادر لعملها. اضطررت إلى إيصال ابنتك إلى المدرسة وتفاجأت بالازدحام المروري على الطريق العام، فقدت سيارتك نحو حارة الأمان، وبعد 20 دقيقة تأخير اصطادتك سيارة المرور ليسحب شرطي المرور رخصة قيادتك، وتضطر لدفع مخالفة مرورية قدرها 15 دينار. وصلت إلى المدرسة، ركضت ابنتك إلى مبنى المدرسة دون أن تقول لك مع السلامة، وبعد وصولك إلى المكتب متأخرا 35 دقيقة وجدت أنك قد نسيت حقيبتك، فها هو يومك بدأ من صورة سيئة واستمر من سيء إلى أسوأ، وأنت تتطلع للرجوع إلى المنزل. بعد عودتك إلى المنزل تجد توترا في العلاقة بينك وبين زوجتك وابنتك. لماذا تعتقد كان يومك سيئا؟ هل هو بسبب القهوة؟ أم هل هو بسبب ابنتك؟ أم رجل الشرطة؟ أم قد تسببت أنت بذلك كله لنفسك؟ بالتأكيد لقد تسببت بذلك لنفسك. نعم، لم يكن لك دخل أو سيطرة على حادثة الفنجان، ولكن ردة فعلك في 5 ثواني التالية هي من تسببت في إفساد يومك. هنا هو ما كان ممكن وينبغي أن يحدث. فنجان القهوة وقع عليك، وبدأت ابنتك بالبكاء. قلت لها بكل لطف: لا بأس يا عزيزتي، ولكن كوني في المرة القادمة أكثر حذرا وانتباها. تتناول المنشفة وتسرع إلى الطابق العلوي لتستبدل قميصك. تتناول حقيبة عملك فتعود إلى الطابق السفلي في الوقت المحدد لترى ابنتك تلوح بيدها لك من باص المدرسة، وتودع زوجتك بكل حب. تصل إلى عملك مبكرا ب5 دقائق. لاحظت الفرق؟ يوجد سيناريوهان مختلفان لهما نفس البداية ولكن بنهاية مختلفة. لماذا؟ إنه بسبب ردة فعلك، وفي الحقيقة لم يكن لديك أي سيطرة على 10% التي حدثت في حياتك، أما 90% الأخرى فتم تشكيلها عن طريق ردة فعلك. الآن أنت تعرف قاعدة 90 على 10، طبق هذه القاعدة وستدهشك النتائج.